tanesi gibi nazlı. Kuş kanadı gibi kırık. Selam aleyküm, ehlen ve sehlen merakız tecmil. أهلاً وسهلاً بالصالونات وأهلاً وسهلاً بزبائننا الأعزاء كلهم. قبل فترة طويلة نشرنا بيبي جلو للتوريد الصيني، ولكن هسه يعني هذه الأمبولات مع البيبي جلو لتوريد الشفة وتوريد الخدود، هذه كورية المنشأ. زين جتي ثلاث ألوان بيها بالمناسبة، صار لها فترة عندنا كلش طويلة، بس احنا ما يعني ما ناشريها او ما ملحقين ننشرها، فلذلك دي يسألون الزبائن عندكم، نقول لهم هي عندنا، يا ابي ليش لعدنا تقولوا لنا. فهسه سوينا فيديو هذا حتى تعرفون انه هو موجود، راح ننشره بالصفحة. اللون الاول اللي هو الوردي، واللون الثاني اللي هو احمر، يمكن اعتقد احمر ناري هذا لونه، وهذا اللون الثالث اللي هو احمر غامق مائل الى الماروني. طبعا هاي الأمبولات كورية، احنا كنا ناشرين الصيني، هسه راح نشوفكم الكوري. هذا ميدن ان كوريا، هذه متوفرة ترى، يعني صار لها فترة طويلة ودنبيع من عندها وباعي من عندها، يعني جملة ومفرد، لكن ما ناشريها هسه. يعني خلينا نقول اتاحنا الوقت انه ننشرها حتى تعرفون هي متوفرة. طبعا هذه موجودة، وحتى الأمبولات البيبي جلو للتبيض هم موجودة، اللي هي هاي، هذه هم موجودة، موجود من عندها صيني، لكن هذه الكورية الأصلية. يعني الكورية بالنسبة للصناعة الصينية، احنا من كانت ما موجودة الكورية كنا نشتغل بالصيني بصراحة، مو ننتقده، بس كان ما موجود كوري، لكن من يجى الكوري بعد إذا حضر الماء بطل التيمم، عفنا الصيني وجينا على الكوري. هذه أمبولات بيبي جلو للتبيض هم كورية. يا أهلا وسهلا بكم ومتابعينا، وهاي متوفرة اللي يريد يطلبها. شكرا جزيلا. Aşkın